نروح بقى للمواجهة التاريخية اه واللي هو لقاء الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية. عندنا بقى أول دوري، ماتش في الدوري؟ أول ماتش في الدوري في أول جولة، أهلي وزمالك سيدات. حياة يعني ربنا. اه والله العظيم. والجدول نزل أول ماتش والجدول نزل واتعمل قرعة و19 فريق وجدول منتظم، والفرق كلها بقى عندها أندية. وأنت شفت المحترفين اللي تعاقد معاهم الأهلي فيه؟ إيه ده؟ والزمالك واللاعبات، يعني تقريبا كل 5 دقائق الأهلي والزمالك بيعلنوا صفقة جديدة في الكرة النسائية، لدرجة إن الجماهير إيه إيه في إيه في إيه يعني. لأ في تطور كبير جدا آخر فترة عندنا هنا في مصر في كرة القدم النسائية وفي العالم كله وعلى المستوى القاري كمان، وفي اهتمام عالمي بيها مش بس حتى هنا في مصر. يعني شفنا كاس العالم اللي فات وشفنا الرعايه بتاعته، وصلت لارقام تقريبا قدرت ان هي توصل لكاس العالم للرجال في نفس كتير. الوقت، قربت كتير قربت يعني كتير. منها. فالموضوع يعني بدا ينتشر بنسبه اكبر، وعلشان كده بدا كاف يهتم اكتر بالتوعيه وبالتثقيف وبتدريب الناس. وخلال الفتره اللي فاتت انا حضرت ورشه في الجزائر تحت رعايه اتحاد شمال افريقيا والاتحاد الجزائري، وطبعا الكاف كان في محاضرين ده فين؟ ده كان في الجزائر؟ في الجزائر. اه في كنت هناك؟ الجزائر. اه كنت موجوده، وكان موجود معايا رئيس اتحاد الكوره استاذ جمال علام بصفته طبعا ده رئيس كان اتحاد امتى شمال ده يا افريقيا. نهاية؟ كان الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات اه. وكان معانا طبعا دكتوره دينا الرفاعي المسؤوله عن ملف الكره النسائيه هنا في الدوري، كان معانا السيده الاولى في كاف مس كريم المسؤوله عن الكره النسائيه. والحقيقه هي اشادت بدور مصر جدا وتطور في مصر اللي هنا حصل خلال السنه دي ده الفتره ملفت جدا بالظبط طبعا. الفتره الاخيره، واخص كمان تدريب 60 مدربه حصلوا على الرخصه من الاتحاد الافريقي، وده كان بدعم كامل كامل من كاف من غير ما يتكلف. 60 60 مدربة مدربة مصرية 60 مدربة مصرية بقى مؤهلين دلوقتي كلهم يدربوا؟ أخدوا الرخصة لا والله. ومن غير ما يتكلفوا جنيه واحد، كلها كانت بدعم كامل من كاف للاتحاد المصري. يعني كان في بقى حاجات تانية كتير خلال الورشة اللي اتكلمنا عليها يعني في الأيام اللي فاتت، زي مثلا تأهيل السيدات هي اللي تكون الكرة النسائية للنساء، إن مراقب المباراة تبقى سيدة، منسق عام المباراة تكون سيدة، الحكام كمان بالمناسبة كمان في التصفيات اللي في شمال أفريقيا، تصفيات شمال أفريقيا لدوري أبطال واللي بيشارك فيه توت هنا من مصر وعامل نتائج عظيمة وكبيرة، كسبان الماتشين، متصدر الترتيب، الماتش الأولاني كسبان 7 تقريبا، الماتش التاني كسبان برضو سكور كبير 4 او مش متذكره الرقم تاني. عندنا 3 محكمات مصريات مشاركين كمان، نورة السيد حكمة ساحه، ويارا عاطف حكم مساعد، وجمالات احمد شبل هي كمان حكم مساعد موجودين هناك في الجزائر. يعني هم اهم حاجه عندهم او مهتمين جدا بدور الاعلام خلال الفتره اللي جايه طبعا في مسانده الكوره النسائيه خلال الفتره اللي جايه في كاف وفي العالم كله، وان هم ان هي ما تقلش اهميه عن كره القدم للرجال خلال الفتره اللي جايه. يعني هي تقريبا خلاص بقت اكوس في العالم كله، لدرجه ان في دول كتير على فكره اعتقد منها منتخب امريكا على ما اتذكر عمل تساوي بين مرتبات السيدات في المنتخب وبين المرتبات بتاعه الرجال في بعض الانديه يعني. فبالتالي الكره النسائيه رايحه في مكان تاني الفتره اللي جايه يعني. يعني اهلي وزمالك اول ماتش في دوري الكره النسائيه، اول ماتش بقى تخيل بقى تخيل. وعلى فكره اون هنا كانت عملت برضو عندنا اول استوديو تحليلي لكاس سوبر تم في مصر لاول بطوله خالص السنه اللي فاتت، وكان حتى استوديو نسائي وكنت انا مشاركه فيه. فيعني دايما لينا السبق في الحاجات دي هنا في اون. أكيد.